وصورت الحمد لله، صورت فيديو يوتيوب مشتريات، وصورت كمان فيديو تيك توك انبوكسنج للمشتريات. دلوقتي نعمل ماي كافي، قهوة سادة طبعا عشان الصيام وكده. جماعة مين موافقني ان فيديوهات مريم صقر بتاعت الروتينات تحفة؟ بجد ببقى مستمتعة من أول لحظة لآخر لحظة فيها. بجد مريم صقر من أوائل الناس اللي عرفتها على اليوتيوب، ومن أوائل الناس برضو اللي خلتني أعمل كونتنت، وبجد بحبها جدا، ولحد دلوقتي بتفرج عليها بنفس الحماس اللي أنا اتفرجت عليها بيه من أول فيديو هي عملته. أنا متابعاها من 6 7 8 سنين كده بجد. شفت الاكل اللي كنت طالبه امبارح، طعمه كان very delicious، بجد كان طعمه خطير خطير خطير. إيه واوردر سعره 100 جنيه بس، يعني ساندويتش الجمبري البتيبان ده او بتيبان كان سعره 30 جنيه، which is good جدا يا جماعة. وسعر المكرونة ريد صوص كان يا ب60 يا 65، المهم الشحن معرفش 15 ولا 20، التوتال كله كان 100 جنيه. تمام، دلوقتي هعمل الفطار، طلع كده نسكافيه 3 في 1 عشان مش هحط له سكر، وكمان طلع ده ايزابيلا مش عتقاني، طلع العيش البريد اواي الاسمر ده، والنهارده هفطر حلاوه يا جماعه، حلاوه هنقول على سويت، ما ينفعش على سويت، حلاوه. ماشي يا بلا عايزه تخلص الحلاوه، وغلط عليها يعني، هي دقت حته خلاص عايزه كتير، وغلط عليها المشكله. تديكي حاجه اهو، امسك، مش عارفه اعمل فيها ايه بجد. انا كده صمت يا جماعه 14 ساعه بالظبط، الحمد لله انا صمتهم اساسا الفتره دي. حاسه ان انا ماليش نفس اصلا ولا للصيام متقطع ولا الدايت ولا لاي حاجه، والدليل على كده قطعه الحلاوه المرميه قدامي دي، مش هاكلها كلها طبعا يعني، بس بقول لك يعني ان انا خلاص نفسيتي نو. بشرب النسكافيه جماعة بجد، ليه بعمل لكم بوشي؟ مش تعرفوا شكلي وانا بصور الفلوجز، متمرمطة ومتبهدلة، ام قوي يعني، ام قوي قوي في نفسي يعني بجد. بصوا ده المج اللي جبته من دهب، بتبسط قوي انا بشرب فيه بجد، عشان خاطر يعني بجد بيحسسني كده ان انا سافرت. شكله حلو، اوعى تاخدوا لي صور كده عشان عارفه بس الانستجرام بلاقيه بعد كده في الشاتس متبهدل صور ليا وتخفيلات وكده. ليه ليه ليه؟ بس بحبك قوي بجد، اي واحده بتدخل تكلمني بحس انها اختي قوي، انت اختي قوي. لو مش متابعيني على الانستجرام وتيك توك وفيسبوك روحي تابعيني طبعا، يعني طبعا مش محتاجين ان انا اقول لكم يعني. بقى انا كده هبدأ اعمل تنظيف البشرة بتاعي. بصوا كل ده كلمتكم عنه في فيديو مخصص، فانا مش هعيد الكلام بصراحة. الفيديو بقى هينزل لكم يعني جماعة، بجد مصوره لكم فيديو تحفة جدا، بس انتوا تفاعلوا على الفيديوز عشان تنزل كده وتشجعوني. تمام، وده الجهاز اللي هستخدمه، وكل الماسكس وكل حاجة، وابرة البصور وكل حاجة انا هظبطها لكم يعني وكده في فيديو.
ما بصوا انا مش جعانه، مش جعانه عادي، بس انا نفسي في حاجه مسكر، مش عارفه الاضاءه عامله لي كده. بس ما علينا، يعني نفسي في حاجه مسكره قوي، فعملت شعري اصورها لكم. ايه ده؟ ولا مش عارفه اقلب الكاميرا ليه؟ لازم اقفل ورقه. مش اقفل ورقه شعريه يا جماعه، شكلها very delicious. لا كده سكرين، شكلها عسل كده، في كده الواحد وترم عضمه كده بالليل. كنت انا من محبي الشعريه، خاصه الشعريه باللبن، بس بما اني صايمه انا لسه ضاربه رنج اصلا تاني، يعني تاني مش عارفه النهارده لخبطت في الاكل جامد. بس انا يا جماعه ما بحبش اضغط على نفسي زياده بجد. يا جماعه ما كنتش لبست شراب من امبارح بسبب الرسمه. لما بعمل رسمه مانيكير ما بعرفش البس شراب غير لما مثلا يعدي 24 ساعه للرسمه، تمام؟ عشان هي بتلزق في الشراب والشراب بيعجن، عارفين المانيكير لما يعجن. طبعا الهارد جيل مش بيحصل فيه كده، لو انتوا عملتوا هارد جيل مش هيحصل فيه كده، انما المانيكير العادي بتاع البيت لازم تسيبيه كده فتره عشان يجف كويس. امبارح رجلي متلجه اصلا، وانا يا اما اضحي بالرسمه يسيب رجلي بقى تتلج بقى لحد ما تتقطع كده بجد. بس الحمد لله يعني خلاص. وانا شايفه انا طول اليوم عماله احلم بكوابيس، مش كوابيس يعني، كاني في رحله وعماله مش لاحقه اي حاجه وعماله اجري ومش عارفه في ايه بصراحه يعني. وحاسه ان انا الفتره دي مش بشبع من النوم خالص، انا نايمه بقالي 10 ساعات، نايمه 10 ساعات which is good. اصلا كنت الاول بنام من 6 ل 8 ساعات، بس مش عارفه ليه برضو مش شبعانه من النوم، يعني عايزه افضل نايمه لحد بس 12 14 ساعه كده. امبارح نمت، بس اذا بالله ما تتشقلط، امبارح نمت 12 ساعه وبرضو ما شبعتش من النوم. مش عارفه بصراحه الغلط فين بالظبط، يعني مش فاهمه في ايه اساسا يعني. ف ممكن يكون كسل او ممكن الشتاء، يعني الشتاء مع الدفا وكده خلاني انام اكتر من الصيف والحر وكده، يعني في الصيف كنت بقوم من الحر، فاهمين؟ فيمكن بقى عشان كده. عايز اقول كلمتين كده، بما ان السنه خلاص خلصت انا بكلمكم، و النهارده الكريسماس اصلا عامله لكم فلوج كامل عن كل حاجه حصلت يوم الكريسماس من اول الصبح، ودلوقتي بكمل لكم الفلوج. بس حبيت اقول كلمتين كده في الفيديو ده عشان كده بجد يعني جم على قلبي، وانا مش بعرف يعني اخد باي كلام بيجي كده فجاه، بحب افتح الكاميرا وابدا ان انا اتكلم. بس قبل ما اقول الكلمتين جماعه، شفت الحلقه الثانيه من مسلسل كارد شخصي؟ حاسه ان انا هتجنن في مراته يا جماعه وبنته، بجد حاسه ان انا دماغي دي في مليون حته او مروحه فين. لا بجد مسلسل كويس ان انا اصلا افتكرته دلوقتي، هتفرج الحلقه الثالثه. بجد دماغي مش عارفه في ايه، هم راحوا فين، وانا كمان صعبان علي قوي جمال والظابط مستجدعاه قوي بصراحه، يعني لايق عليه دور الظابط، مش عارفه اسم الممثل بس لايق عليه دور الظابط جدا، والحزم كده والشده لا تحفه. نفسي اعرف هم اللي تحت دول بياعين ما خدوش اجازه، كله خد اجازه النهارده الكريسماس، المفروض ياخدوا اجازه. اسمع علينا دي كده اول حاجه حبيت اقولها لكم. المسلسل خطير يا جماعه، حدث بالفعل اصلا، شكل المسلسلات بتاعته كلها خطيره. المهم الكلمتين اللي عايزه اقوله لكم قبل 2023 ما تخلص، مش عارفه حتى اتكلم من ايزابيلا، دي التوكه بتاعت ايزابيلا لو انتم ما كنتوش خدتوا بالكم منها، يعني كنت لابساها اصلا في اول الفيديو. انا اول حاجه يا جماعه بجد يعني حاولوا ان انتم تبداوا صفحه جديده من اول بكره، بجد صفحة جديدة مع نفسكم. هعمل لكم فيديو كامل ازاي تحسنوا من نفسكم في السنة الجديدة من حيث الصحة والجسم وكل حاجة، ده كده فيديو هعمله ليكم مخصوص تبدأوا بيه كده رحلة جديدة في السنة. بس عامة قبل ما اعمل الفيديو اديني بقول لكم اهو، بدأوا صفحة جديدة من اول بكرة. لو انتوا متخصمين مع حد او متعاركين مع حد صفوا الموضوع، لو انتوا مش حابين تصفوه زي انا سامحت، لو انتوا مش حابين بقى ان انتوا تصفوا الموضوع خلاص انسوا الوحش، يعني الناس دول يبقوا بالنسبة لكم عادي، لما تشوفوهم مش ما تتأثروش او ما تزعلوش، فاهمين قصدي ايه؟ زي كده بالظبط. انا في اشخاص عملوا معايا حاجات مش كويسة واتكلموا عليا، واقول لكم حاجة يعني انا واثقة متأكدة ان انا اللي اعرفهم برضو من بعيد، يعني انا بعد كل الناس، بس اللي انا اعرفه من بعيد اكيد برضو بيتكلموا عليا.
عشان كده انا مقربة مني كام شخص فقط لا غير. بالله بصي بصي بالله عملت ايه من اولها كده، لسه بنقول ميري كريسماس مش هنلحق نخلص الكلمة على خير. إيه فالناس ملهاش امان يا جماعة بجد، فبعدوا عن الناس قدر المستطاع. امين. حاولوا من اول بكرة صلوا، ابدأوا النهاردة الساعة 12 كده بالليل بالصلاة، حتى لو كانت حاجة بسيطة خالص، بس افتكروا ربنا، اذكروا ربنا في كل وقت في كل حين. النهاردة كده قوموا خدوا شاور، مش عارفة الفيديو ينزل لكم امتى بصراحة، بس خدوا شاور كده، اعملوا ريفرش لنفسكم، اعملوا سكين كير حلو، اعملوا هير كير حلو، اعملوا بادي كير حلو. محدش ضامن عمره يا جماعة، بمعنى أصح فاستمتعوا بكل لحظة من حياتكم. بالله هاتي التوكة، هاتي التوكة، احنا نشيل التوكة دي أحسن، الأم بتاعتي هتطلع بقى، يعني احنا نشيل التوكة بما ان انتي هتطلعي بيها، عشان ايزابيلا بجد يا جماعة ملهاش حل. فاستمتعوا بكل لحظة، اخرجوا شوفوا أماكن جديدة، اتجمعوا مع بعض يا جماعة، بجد العمر لحظة، بجد عمر لحظة، وبالله مش ملحظة خالص. حبيت اقول لكم الكلمتين دول على الصبح بما اني صاحيه كده فيها شويه انرجي للحياه يعني، واليوم الكريسماس بالذات. استنوا فيديو الكريسماس عشان والله العظيم هيبقى فيديو تحفه جدا جدا ومليان تفاصيل كتيره قوي، وهعمل لكم بقى هلبس ايه بقى واخد الشاور ازاي، وي وي حاجات كتير قوي حلوه. الفيديو ده كده خلاص عند النقطه دي، لو عايزين تقولوا لي اي حاجه قولوا لي في الكومنت. وشكرا جانيت بنوته جديدة، لسه أول مرة أشوف الكومنتس بتاعتها، الكومنتس بتاعتها خطيرة، ما تكتب لي حاجات حلوة قوي قوي قوي. شكرا ليكي، وكانت كاتبالي على الفيديو اللي أنا نزلته من غير إعلانات، اللي يعني ربنا يعوضك خير وكده، ربنا يخليكي. شكرا لكل بنوتة بتاخد من وقتها ثانية عشان تكتب لي كومنت قمر زيها، بحبكم جدا جدا جدا، واستنوا الفيديوز اللي جاية. باي.